للمرة الثامنة على التوالي تأهل المارد الأحمر لدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا حامل لقبه، بعدما تصدر مجموعته وحسم تأهله رسميا إلى دور الثمانية بصحبة الوصيف يانغ أفريكانز الذي حقق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري برباعية دون رد، ليودع الأخير المنافسة رفقة ميديام الغاني. اقتربت نهاية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث لم يتبقى سوى جولة وحيدة فقط على نهاية هذا الدور، وحسمت أغلب الفرق تأهلها، بينما ما زالت بعض الفرق تنتظر الحسم. من بين أربع مجموعات تم حسم المتأهلين في مجموعتين هما الأولى والرابعة، بينما يتبقى الحسم في المجموعتين الثانية والثالثة. في المجموعة الثانية يطارد الوداد الأمل في التأهل رفقة سيمبا التنزاني وغوانينغ جالاكسي البوتسواني. وفي المجموعة الثالثة تأهل بترو أتلتيكو، وينتظر الثلاثي العربي المكون من الهلال السوداني والنجم والترجي التونسيين حسم تأهل أي منهما.